نختم الجولة من الجريدة ومنها نطالع النائب العام ننتظر دعما خارجيا لإنهاء التحقيق في محاولة اغتيال حمدوك. قال النائب العام السوداني تجسير الحبر إنهم ينتظرون دعما فنيا خارجيا لإنهاء التحقيقات حول محاولة اغتيال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، مشيرا إلى توقيف عدد من المتهمين. وقال النائب العام تيسير الحبر لسودان تريبيون التحقيق حول محاولة اغتيال حمدوك ننتظر بشأنه دعما فنيا من الخارج، وتم القبض على عدد من المتهمين قيد التحري. وأشار إلى أن التعامل مع المنظمات الإرهابية يحتاج إلى قدر عال من الإمكانية الفنية، موضحا أن إغلاق المطارات بسبب جائحة كورونا أسهم في تأخير وصول خبراء أجانب للسودان للمساعدة في التحقيقات. وأضاف نحن نستعين بخبرات أجنبية لتساعدنا في الوصول إلى فكفكة بعض الرموز، لكنه رفض الكشف عن جنسية هؤلاء الأجانب. يعني أستاذ خالد برأيك لماذا تأخر التحقيق في محاولة اغتيال سيد رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك إلى هذا الوقت؟ يعني بشكل عام من السمات تاعت الحكومة الانتقالية الحالية هو الضعف بطء الأداء بالنسبة للجان التحقيق في كل القضايا. ما زالت محاولة اغتيال رئيس الوزراء حمدوك برغم أنها قضية مهمة باعتباره المزول التنفيذي الأول في الحكومة السودانية، وهو بيعبر عن الثورة باعتباره هو ممثل قوة الثورة في الحكومة وبمنصب سيادي وسياسي مهم. لكن زي ما ذكرت لك كل لجان التحقيق تقريبا اتكونت في كل القضايا في بطء شديد فيها، وأنا أفتكر درجة كبيرة هو في افتغار للخبرة الكافية بالنسبة للقادمين الجدد للسلطة. أيضا في أصلا المؤسسات العدلية والقانونية في السودان كان فيها مشاكل مهنية في الصراع السياسي بين النظام القديم والجديد، وأيضا الحكومة الانتقالية دائما تكون حكومات ضعيفة لأنه ما حكومات منتخبة وبتجي خارجة من النظام وتدخل لنظام زي ما قلت بكل لسه ما تكونت وما عندها الخبرة الكافية لإدارة الدولة، وهما نظام حزبي واحد أو تنظيم واحد عنده قدرة على التنسيق مع بعض وتحالف عريض يفتغر لدرجة كبيرة. وهذا هو سبب البطء في الإجراءات يمكن ضمن الأسباب، يعني ما أعتقد أنه من الأسباب يعني. نعم. طيب النائب العام أيضا أستاذ خالد أشار إلى منظمات إرهابية وكذلك رفض الكشف عن جنسيات الأجانب المشاركين في عملية الاغتيال، كيف تفسر هذه الإشارات؟ ودائما طبعا في كل العالم أنه لما يكون في تحقيق في قضية يكون من الصعب قبل الانتهاء التحقيق الكشف عن ملابساتها، لأنه ممكن تأثر على سير العدالة، ممكن المعلومات تكون على أطراف وبتم البحث عنهم أو خيوط بتاع الجناة والبحث عنهم الكشف عنه قبل القبض عليهم وقبل اكتمال التحقيقات ممكن تضر من التحقيق. ده مرات كثيرة بيكون جانب من العمل المهني والقانوني. نعم. يعني لكن ده برضو ما برر انه في بطء شديد جدا. صحيح. في القضية برغم اهميتها باعتباره ده رئيس الوزراء بيمثل اعلى سلطة تنفيذية. صحيح. في البلد. صحيح. شكرا جزيلا استاذ خالد عبد العزيز، كنت معنا عبر هذه الفقرة التحليلية، شكرا لهذا التحليل المهم. شكرا لك وشكرا للغناء، وشكرا اولا واخيرا للمشاهدين الكرام. شكرا جزيلا.